دونك نبداو الحصه ديالنا ديال اليوم ديال ديجيتال اكسبيرت سيريز. اليوم معنا سي اسماعيل العزيزي, هو عنده اكسبيريونس كبيره في اليوزر اكسبيريونس واليوزر انترفيس, ومن ضمن الجروب ديال فيغما موروكو وفيغما افريكا. اليوم جا باش يعطينا التجربه ديالو ويعطينا معلومات اكثر على هذا الدومين. دونك نخلي سي اسماعيل يقدم راسه. اوكي, سميتي اسماعيل العزيزي, خدام يو اكس يو اي ديزاينر في واحد لونتربريز هنايا في كازا, و ميم طون كونتنت كرييتور, كان كري كونتنت بلاف في دي بلوك بوست ولا في الانستغرام عباره على دي كاروسيل كنحط فيهم افكار لعبات ديال الديزاين بالنسبه للناس اللي بغا يبداو. هاد البريزونطاسيون اللي كنديرو هي مقدمه للدومين تاع اليو اكس يو اي ديزاين, تقريبا اصلح لكاع الناس كيما بغا يكون الباك جراوند نتاعهم, ولكن ما كرهناش زعما الا كانت عندهم واحد شويه ديال واحد الباك جراوند في الدومين ديال الديفلوبمون ولا في الدومين ديال الديزاين واحد شويه. هاد البريزونطاسيون هادي ماشي بريزونطاسيون, دائما كنقولها حيت اغلبيه الوقت ما كنديرهاش فيرتوييل, كنديرها اوفلاين, يعني حدا الناس كتشوف الناس كتسولهم كيجاوبوك باش تكون كوا كتعرفك شنو هما لي زانفورماسيون اللي تعطيهم, لان ماشي دائما كتعطي نفس البريزونطاسيون, كتحاول انك تبدلها على حسب الناس اللي كيتصنتوا ولا الناس اللي بغيتي تبارطاجي معاهم. فراه ماشي بريزونطاسيون, هادي كونفرساسيون, يعني ما كرهتش زعما الا كان شي سؤال تسولوني فوقاش ما بغيتو, ولا كان عندكم اي حاجه تقولوها. كاينين بزاف ديال لي مول اللي كيقولوهم الناس وكيمشيو لنفس الحاجه, زعما كيعنيو بهم نفس الحاجه. كاين اللي كيقول لك الديزاين هو الديكور نتاع واحد الحاجه, كاين اللي كيقول لك الديزاين هو واحد الفن, بزاف ديال الحوايج, وهو راه ما يمكنش يكونوا واحد ثلاثه ديال لي مول ولا اربعه ديال الكلمات عندهم نفس المعنى ومكريين غير هكا. فمثلا جيتي ولقيتي واحد كيصاوب مثلا لوحات ولا شي حاجه كيرسم, فهذاك في الدومين تاع الارت, الارتيست هذاك فنان, ولكن ملي كتجي للديزاين عاوتاني براند كيصمم. الفرق بيناتهم غير باش نقول لكم بشكل سريع, هو ان الارتيست الفنان كيكون عنده مشاعر في الداخل نتاعو وكيحاول انه يعبر عليهم مثلا بلا لوحات بشي حاجه, كيصاوب شي لعبه من شي مواد مثلا, غيخلط لك شي حاجه الحديد مع شي حاجه, المهم كيكون عنده واحد ليدي وكيخرجها لبرا بشي طريقه, كيعطيها واحد البريزونطاسيون. كتجي كتلقاها لوحه, كتجي كتلقاها شي اكسبوزيسيون حاط فيها شي تخربيق مثلا بحال هكاك, هذا الارتيست. ولكن الديزاينر كيجي وكيديزايني لك واحد الحاجه باش يحل واحد المشكل, مثلا كيجي وكيكريي لك واحد الكاس بواحد الديزاين مثلا باليد نتاعو هنايا وكذا, يعني كريرك واحد الحاجه باش تقضي بها شي غرض, باش تشرب به الماء ولا شي حاجه. يعني فين ما كيكون واحد المشكل الديزاين كيجي باش يلقى له الحل وكيعطيه واحد الفورم هي اللي كتبان لينا حنا. فالديزاين هو في التعريف ديالو هو الحل نتاع واحد المشكل, وداك لوجي اللي كيكون في التالي كيكون عنده واحد الفورم ديالو. وفي الدومين تاع الديزاين كاين بزاف ديال لي دومين صغار, كاين اللي كيقول لك انا جرافيك ديزاين, يعني كيصاوب مثلا لي بوستر, كيصاوب مثلا لي زافيش, كيصاوب مثلا كييديتي التصاور, كيصاوب مثلا شي موساقات اللي كيكونوا معلقين, هذا جرافيك ديزاينر. يعني كتكون واحد لانفورماسيون كيوريها لك بواحد الفورم, مثلا كاين واحد المهرجان كيقول لك هذا التاريخ نتاعو, ها الوقيته, تعطيك واحد التصويره باش تعرف شنو كاين, يعني واحد المشكل كيجيو كيحلو بواحد الطريقه. مثلا كان المشكل هو اننا بغينا نقول لكم راه كاين واحد المهرجان في هذا النهار الفلان الفلاني على هذه الحاجه هذه, هو كيجي وكيكتب هذاك الشيء مثلا في واحد الورقه, كيعطي واحد الفورم وكيجي وكيحطو باش اللي جا كيعرف اشنو وقع. فكاينين بزاف ديال لي دومين, من بين لي دومين اللي كاينين في الديزاين هو كاين اليو اكس يو اي ديزاين. اليو اكس يو اي ديزاين جايه من اليوزر اكسبيرينس, هي تجربه المستخدم. كاين ملي كنكريو شي حاجه
ضروري هذيك الحاجه اللي كريناها كيجيو شي واحد وكيستعملها. مثلا جيت وصاوبت واحد الكاس فراه غيجي واحد السيد وغادي يشرب منه، جيت صاوبت واحد البيسي غادي يجي واحد السيد وغادي يشعلو وغادي يخدمه. هذيك ليكسبيريونس، هذيك التجربه اللي كتكون بين هذاك لوبجي وبين هذاك اللي غادي تستعمله كتسمى اكسبيريونس ديال هذاك ليوتيليزاتور، يعني تجربه المستخدم، هذاك المستخدم اللي غادي يخدم هذاك لوبجي. وكاينه يوزر انترفيس، هي تجربة المستخدم، وكينا ما عرفتش صراحة بالعربية، الله ما عرفت الانترفاس اللي غادي هي هذيك الانترفاس، ديك الواجهات المستخدم بالعربية. اي اوبجي كي صوب الديزاينر كيعطي واحد الواجهة، مثلا البي سي كاينين الوان اللي كيخدمهم فيه، كاينين كيعطي واحد الفورم مثلا شحال الوزن ديالو، مثلا التليفون كل تليفون والشكل نتاعو، هذاك الشكل نتاعو هو هذيك الواجهه ديال هذاك لوبجي. يعني هذاك اللي كيديزايني الواجهه وكيديزايني ليكسبيريونس اللي غادي تكون بين لوبجي وبين 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 هذاك اليوتيليزاتور، هذوك المستخدم اللي غادي يخدمها، كتسمى اليوزر اكسبيريونس ديزاينر، كي ديزايني ليكسبيريونس اللي غادي تكون بين لوبجي وبين هذاك اللي غادي يخدمها. فهنا باش تجي انك تصاوب هاد اليوزر اكسبيرينس، كان كيكون عندنا واحد البروسيس، واحد لونشينمون اللي كنمشيو عليه، كيكون عندنا بزاف ديال القواعد اللي خصنا نطبقهم. مثلا بغيتي تصاوب واحد السيت ويب، هذاك السيت ويب راك ماشي كتصاوبو انت وصافي غتجي انت هو اللي غادي تستعملو، راه غادي يجي واحد اخر. انت قلتي يوسف، قلتي سيت كان تاع على واحد البايوغرافي تاع شي واحد، هذيك البايوغرافي شكون اللي غيجي يدخلها؟ غادي يجي يدخلها واحد اخر غادي يجي غيطابي اللينك تاع هذيك البايوغرافي، غادي يدخل غادي يشوف، غادي يجي غادي يلقى واحد ديزاين تاع داك السيت ويب. شكون هو لوبجيكتيف على جا لهذاك السيت ويب؟ باش يعرف هذوك لي زانفورماسيون تاع على هذاك السيت. يعني انا كديزاينر كنحاول انني ندير واحد ليوتيود ونعرف كيفاش ان هذاك السيد غادي يجي وغيدخل لهذاك السيت ويب وغادي يلقى لي زانفورماسيون اللي بغا بواحد الشكل سريع وبواحد الشكل سهل. هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا، هو اننا نخليو ديك التجربه بين هذاك لوبجي، سواء كان سيت ويب، كان ابليكاسيون، كان كرسي، كان كاس ديال الماء، كنخليو هذيك الاكسبيريونس بينه وبين هذاك السيد اللي غادي يخدمه، كنخليوها تكون مزيانه. هنا غادي نوري لكم دي زيكزامبل باش نقدروا نفهموا مزيان هذا الشيء، حيت كنهضروا غير في السماء، نقدروا نعطيو دي زيكزامبل باش يبان لكم هذا الشيء مزيان. بغيت نسولكم شنو هما لي زوبجي مثلا اللعيبات اللي كتخدموا بزاف وكيعجبوكم بزاف، مثلا كتخدم اي حاجه، كارطاب ديالك، التليفون ديالك، ممكن تقول لي علاش كتخدمه وعلاش كيعجبك؟ غير باش نحاولوا انني نفهم لكم شنو هو هذا اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس اللي وقعنا، باش نعطيكم اكزامبل وانتم تقدروا تفكروا في دي زيكزامبل اخرين. كنا دايرين هذا البريزونطاسيون، واحد السيد قال لك لوبجي مزيان تاعي، الحاجه اللي كنخدمها بزاف هي المشطه، هي هذه المشطه هذه، يعني كتجي مزيانه، في ساعه الشده ديالها مزيانه، ما كتضيعش في ساعه، يعني واخا تحيد ليها هذيك اليد نتاعها كتبقى خدامه. الطريقه كيفاش كتخدم يعني سهله، ما غتلقى معها حتى شي مشكل. هنا ملي كي السيد كيبدا يوصف، كيوصف ليكسبيريونس، التجربه نتاعو مع هذا المشطه هذه، وهاد التجربه هذه نتاعو هي اللي كنحاولوا حنا اننا نديزاينيوها، اننا نصوبوا هذيك الفورم نتاع هذاك لوبجي بواحد الطريقه باش نخليه انه تكون ليكسبيريونس مزيان. وهذا الشيء تينطبق على اي حاجه، على سيت ويب، على ابليكاسيون، مثلا فين غادي تحط لي بوطون، فين غادي تحط التكست، شحال غادي تعطي التكست، شحال غادي تعطيه في الفونت ديالو، مثلا في السايز باش ما يبانش صغير باش يبان كبير، يعني بزاف ديال لي ديسيزيون اللي كناخذهم باش تكون هذيك التجربه بين هذاك السيد اللي غادي يتعامل مع السيت ويب وبين السيت ويب بنفسه تكون مزيانه. يعني غيكون عندكم بزاف ديال لي زيكزامبل، مثلا كتدخل مثلا الفيسبوك، كتعرف فين كاينين الميساجات، فين تقدر تلقاهم، كتعرف كي ديري الا بغيتي تقلب على شي واحد، ها في ها البار نتاع الريسيرش غاطابي غير تماك غادي تقدر تعرف، كتعرف كيفاش انك دير جيمس كومونتي، هادشي كامل
راه هذاك الديزاين اللي جابوا داروا ساهل باش ان اي واحد ممكن انه يتعامل مع هادشي. فانت الا بغيتي تصاوب واحد السيت ويب خصك تفكر بهذا المنطق هذا، انه كاين واحد السيد هو اللي غادي يستعمل هذا السيت ويب نتاعي، كيفاش انني غادي نديزاينيه انا باش تخليه مزيان. هذا التفكير هذا وهذه الطريقه كيفاش اننا كنحاولوا نحللوا الامور هي اللي كتسمى باليوزر اكسبيرينس ديزاين. هي كنحاول انك تحط راسك بلاصه واحد اخر وتحاول انك تصاوب واحد الحاجه باش تجي للطريقه كيفاش كيفكر هو. ما عرفتش واش عندكم دي زيكزامبل مثلا لي برودوي اللي كتستعملوهم بزاف. عندي هنايا دي زيكزامبل اخرين اللي غادي يبان لكم فوقاش انه ملي ما كيكونش واحد ديزاين مزيان كيفاش كنديروا نحسوا به. فمثلا هذا البرودوي هذا مثلا ممكن نسميوه براد ولا كاس ولا اللي بغيتي تسميوه. شنو هو المشكل اللي كاين في هذا البرودوي هذا؟ ما عرفوش شي واحد فيكم يقدر يقول لنا شنو هو المشكل اللي كاين؟ المشكل هو في القبضه. ما القبضه؟ القبضه ما يعرف كيفاش وحدين ما يعرفوش كيفاش يشدوا من تما. واش تسهضر على الكاس ولا على الاخر؟ هل ديزاين ديالو؟ لا واش الكاس بعدا ولا هاد البراد هذا ولا شنو كيتسمى؟ بجوج. اوكي اوكي. يعني انت ملي غتبغي مثلا تشرب في هذا الكاس هذا كيفاش غدير؟ ما تجيك خصك تفكر شي واحد ما تجيك صعيبه شويه. يعني انت ملي كدوي على صعيبه كدوي على دابا بحال ملي كدوي لي على صعيبه كدوي اوكي سير على الله. نعم شنو بغيتي تقول؟ بحال كتخصك تفكر على شي واحد بحال اللي قلتي نتايا تتفكر على شي واحد كيفاش عايز تستخدمه. هاد اللي خصك خدمتي نتايا خصك تفكر حتى الاخر كيفاش عايز تستخدم هذاك الشيء اللي تستخدم هاد الحاله هكا ديال الكاس. بحال كشي طريقه سهله كيف هذا ماشي زعما تصعبوا. اوكي هذا الكاس هذا الا بغيتي تخدمه فانت قلتي صعيب. انت ملي قلتي صعيب هذا وصفتي التجربه نتاعك كيفاش غادي تكون معاه. فكاع الحوايج اللي كنتعاملوا معاهم في الحياه كامله يعني كنعطيهم اوصاف بارابور ليكسبيريونس اللي كنعيشوها معاهم. مثلا واحد السيت ويب جيتي مثلا بغيتي عطيوني دي زيكزامبل مثلا تاع دي سيت ويب اللي كتخدموهم بزاف. واتساب ويب مثلا وي ديك الانترفاس ويب ديال واتساب ولا الاغلبيه كيحاول يستعملها. نهضر على التجربه ديالي معاه مثلا. لا غير دي زيكزامبل باش نقدر انني نعطيكم زعما كيفاش طريقة مثلا دويتي على واتساب ويب طريقة كيفاش تدار الديزاين تاع واتساب في الويب فكتخلي ان اي واحد يقدر انه يستعمله بواحد الطريقة اللي سهلة. كيعرف ان واحد الجهة فيها لي كونتاكت اللي عنده هاد الجهة ملي كيكليكي على واحد فيهم كتبان ليه لي ميساج اللي بيني وبين هاد السيد هذا لابار نتاع باش تقدر الى بغيتي تزيد واحد الميساج. يعني كل شيء كلير باين سهل انك تستعمله. يعني ما الى بغيتي تستعمله ما غديرش بزاف ديال الاخطاء ولا ما غاديش تحس باللي راه هذيك الانترفاس ما مزيانش. فعلا ملي كتكون مشكل كتطلع الكبير على اليسار دونك كتعرف واش كونيكسيون ديال البي سي ولا كونيكسيون ديال التليفون الى اخره. وي يعني هذاك الشيء كامل هذيك الطريقه باش ديزاينات باش انت باش تخدم بها. يعني كيفاش انت يلاه جيتي وعرفتي كيفاش انك غادي تخدمها فراه تما كاين واحد البروسيس كيفاش انه يديروا لها الديزاين تاعها. وكاينين دي ديزاينر اللي متكلفين غير بهذيك اليوزر اكسبيرينس واليوزر انترفيس كيفاش انهم غادي يديزاينيو هذا الشيء باش يكون سهل عليك انت بالنسبه لك انك تخدمها. كاينين دي برودوي اخرين مثلا هذه المعلقه هذه فالشكل نتاعها مزيان ولكن ما كتفونكسيونيش. يعني الا بغيتي تهز بها شي حاجه فمستحيل انك تهز بها شي حاجه. هنا ممكن يكون واحد السيت ويب مثلا كتجي كتدخل بغيتي تصيفط فيه ميساج. يعني هو الانترفاس نتاعو مزيانه كلشي مزيان التصاور مزيان الالوان مزيانين ولكن انت لوبجيكتيف نتاعك هو انك بغيتي تصيفط واحد الميساج ما قدرتيش انك تصيفط واحد الميساج.
فراه نفس الحاجه. داكشي اللي كتمثل هاد المعلقه بهاد الطريقه كيفاش دار الديزاين تاعها هو الطريقه نتاع داك السيت ويب. مثلا شي سيت نتا كتخدمو مثلا مثلا نمشيو نقولو مثلا شي مسار ولا شي حاجه بغيتي تشوف النقطه ديالك، فانت لوبجيكتيف نتاعك فهاد السيت هذا هو انك بغيتي تشوف النقطه ديالك بحال المعلقه الفرشيطه بغيتي تهز بها شي حاجه، فهذاك هو لوبجيكتيف نتاعك. الا ما قدرتيش دير هذاك لوبجيكتيف فهاداك السيت ويب كيما بغى يكون الديزاين نتاعه راه ما غاديش يكون مزيان. فملي كنجيو نديزاينيو واحد الحاجه كيكونوا عندنا بزاف ديال الطبقات اللي غادي نهضروا عليهم، فاول حاجه اللي خص تكون فيها هو انها تكون كتفونكسيوني. هذاك لوبجيكتيف علاش جات خصها تكون كديرو. ف الا بغيتي تصاوب مثلا واحد كيتعاود الصوت ديالي دابا جرب عاوتاني. اوكي دابا ما بقاش اوكي. الا بغيتي تصاوب مثلا عندك واحد ليدي على واحد السيت ويب مثلا بغيتي تصاوبو بغيتي دير له الديزاين تاعو، فقبل ما تبدا دير له انك انت الديزاين ديالو خصك تسول راسك شكون هو لوبجيكتيف الناس اللي غادي يجيو يديروه في هذا السيت ويب هذا. مثلا سيت ويب كتبيع فيه شي حاجه شي برودوي، فراه خصو يكون بعدا هذاك الناس قادرين انهم يشريو هذاك البرودوي في هذاك السيت ويب نتاعك قبل ما تفكر في الشكل نتاعو كيفاش غادي يدير. كتفكر في الطريقه ديال بنان كيفاش غادي يجي وغادي يتفاعل مع السيت ويب نتاعك. مثلا غادي يجي مثلا سيت ويب نتاع دي برودوي كتجي وكتشري، فاول حاجه غادي تجي غادي مثلا غادي تسجل غادي يدخل غادي تبين له لي برودوي اللي كاينين، غادي يختار البرودوي اللي بغى باي طريقه مثلا بالريسيرش ولا انك تبروبوزي عليه دي برودوي. ومن بعد ملي غادي يختار البرودوي ديالو غادي يمشي يشريه غادي يخلص غادي يوصلو. يعني هذا هو لوبجيكتيف اللي غادي يكون في السيت ويب. اون فوا كتعرف لوبجيكتيف اشنو كاين ديك الساعات كتمشي وكتبدا ديزايني. مثلا غادي تكون واحد الباج فيها تسجيل الدخول، مثلا غادي تسجل بالايميل تاعو بالباسورد وباللعيبات الاخرين، من وراها غادي يدوز لواحد لافاس اخرى واحد الباج غادي تكون. هادشي كامل هاد التفكير هذا شكون اللي كيديرو؟ كيديرو لي ديزاينر. والطريقه كيفاش كيديرو هو انه كيحاولوا انهم يحطوا راسهم في بلاصه هذاك السيد اللي بغى يخدم هذاك السيت ويب. فهي مساله ينتع عقليه انه هي القدره نتاعك انك تحط راسك في بلاصه هذاك السيد اللي غادي يستعمل هذاك البرودوي ديالك. مثلا سيت ويب، معلقه، كرسي، كما بغى يكون. كتحط راسك في بلاصتو وكتشوف هذاك السيد اشنو باغي يدير. مثلا الكرسي بغى يجلس فيه، كيفاش غادي نصاوب انا داك الكرسي باش يجي مثلا في الجلسه مريح؟ كيفاش غادي ندير له مثلا الشكل ديالو؟ فبزاف ديال الاسئله كيكونوا عندك باش كتجاوب عليهم. بواحد البروسيس عندنا في اليوزر اكسبيرينس ديزاين اللي كتخدمه، وهذا البروسيس هذا كيخدم في اي حاجه بغيتي تصاوب سيت ويب ابليكاسيون اي حاجه اخرى. كاينين دي برودوي اخرين اللي تقدروا تكون زعما دوزتهم. مثلا هاد الكيشي هذا شنو هو المشكل نتاع هاد الكيشي؟ بعيد بعيد على النطاق وي يعني انت ملي كتقول بعيد صعيب انت كتوصف الطريقه كيفاش غادي يكون التعامل بين بنادم اللي غادي يخدم هاد الكيشي والكيشي بحد ذاته. هاد ملي كتوصف انت كتوصف ليكسبيريونس كيفاش دايره. فالديزاينر كيجي انه يحاول ان هذيك ليكسبيريونس تكون مزيانه، انه خصو مثلا يديرو قريب باش يسهل على بنادم. خصو مثلا ملي يدخل لاكارت يبين له واحد الميساج. هاد كاع هاد الحوايج اللي كيتداروا الديزاينر هو اللي كيديرهم. كيفاش كيديرهم؟ كيديرهم بطريقه انه كيحاول يحط راسو في بلاصتو وكيشوف الناس اللي غادي يستعملوه. مثلا فمثلا هذا اللي ديزاين هذا الكيشي هذا تتسحب له واش بنادم فيه مثلا 2 متر ونص في الطول نتاعو، فهذا فكره نتاعو مثلا، ولا تتسحب له انه غادي يكون واحد 2 درجات تما غادي يطلع فيهم عدد شي الكيشي، فما حدش راسه في بلاصه الناس اللي غادي يستعملوه. فكما كنقول لكم دائما الديزاين هو انه كتقدر تحط راسك في بلاصه داك السيد اللي بغى يستخدم هذا الشيء، كتحاول انك ديزايني له هذاك البرودوي على حساب كيفاش كيتعامل هو.
تحاول انك تكاع لي ديسيزيون الاختيارات تختارهم بشكل مزيان باش الانتراكسيون بين هذاك اللي غادي يخدم البرودوي والبرودوي تكون مزيان. كاين هذا ليكزامبل الاخر اللي هو هذا الريموت كنترول تيليكوم. شنو هو المشكل اللي ممكن يكون مثلا مع هذه؟ هذه سهله كتخدمها مزيان تقدر انها دير بها اي حاجه. شنو هو المشكل اللي ممكن يكون مثلا فيها؟ باش خبرت هذيك الحجرات نصصد لي اوكي. هادو مزيان يعني بحال هاد لي زيدي يعني مزيانين. مثلا تسالت لك الحجره شنو هو السوليسيون اللي نقدر نديرها باش ما تسالكش الحجره؟ تاخذ هذوك الحجرات وتضربهم يعني بشي حاجه قاصحه هو راه يخدموا لكم مره اخرى. هادشي اللي هاد المره شفت كتحصل. لا ما بغيناش كاع نخدموا الحجره مثلا. ما مثلا تكون كتشارجها بالضو يعني كتشارجها مره في شهر واحد نص ساعه وكوهي كتخدم يعني انت رديتيها ما مابقاش هذيك كتمرضك ملي كتسرى على حجره. راه مشكله يعني ملي كتسرى على حجره خصك تمشي تقلب عليها في الحانوت وتجيبها ما مساليش انت. فالاحساس ديالك ملي كتسرى لها ما مزيانش يعني. كيفاش لوبجيكتيف مثلا الديزاينر كيجي يقول لك حنا بغينا نسهلوا هذه القضيه هذه ما بغيناش انا نصعبوها على الناس باش يشريوا الحجره. خصنا نصاوبها بشي طريقه اللي تكون سهله عليهم. مثلا تكون كتشرجها بواحد الطريقه يعني واحد ربع ساعه ولا شي حاجه كتشرجيها كتدي لك مثلا واحد الشهر. فهذا سوليسيون مزيانه. ولكن المشكل اللي كما دوا سي محمد هو انه كاين فيها بزاف ديال لي بوطون اللي ما كنخدمهمش بزاف. وبارفوا كتكليكي على شي وحده وكتوقع شي حاجه في التلفاز تكون تتفرج في شي فيلم غريب بالخطا تتكليكي على شي حاجه وكتدوز لك مثلا شي حاجه وانت ما كتخدمش كاع. اغلبيه ديال لي بوطون تما ما كنخدموهش. كنخدموا الصوت كنخدموا هذوك الارقام شعل طفي صافي. فهذا ممكن يكون مشكل يعني كيوقع لي واحد المشكل وانا كنخدم هذا البرودوي هذا. كيفاش ممكن انني نلقى لي واحد السوليسيون؟ ف ممكن ندير له بحال هكا مثلا ولا نكري واحد التليكوموند اللي فيها غير واحد الخمسه ديال لي بوطون اللي كنخدمهم انا دائما. فبزاف ديال الحوايج اللي ممكن انني نديرهم. فالخدمه نتاعنا كدي ديزاينر هو اننا كنحاولوا اننا نكريو دي برودوي دي سيت ويب ولا دي زابليكاسيون نصاوبهم ندير لهم ديزاين يعني شي حاجه جديده. مثلا هذيك السيت نتاع البيوغرافي ما كانش بشحال هذه يلا غادي نجيو نصاوبها اول مره. ولا كيكونوا دي برودوي ديجا مصاوبين وكنحاولوا اننا نقادوهم اننا نردوا التجربه اللي كتكون بينهم وبين هذاك السيد اللي غادي يخدمها تكون مزيانه. مثلا التليكوموند نحاولوا اننا نحيدوا هذوك لي بوطون اللي ما كيتخدموش مزيان ونخليو غير هذوك اللي كيخدمهم بنادم مزيان. كاينين بزاف ديال المشاكل الاخرين. مثلا هاد لي بوطون هادو تبدلوا لهم غير لي كولور في اون ولا حمراء وفي اوف ولا خضراء. فاحنا كنعرفوا عندنا مثلا واحد الباترن كنعرفوها هو انه دائما اللي كتبغي تطفي كتطفي بالحمراء بلا ما تقرا بلا ما دير حتى شي حاجه. ملي كتبغي تشعل كتشعل في الخضراء. فغير بدلتي الالوان بدلنا غير الالوان بنادم غادي يبدا يخطئ بزاف. فاي حاجه دارها هذاك السيد اللي بغى يديزايني واحد الحاجه سواء كانت صغيره سواء كانت كبيره فراه كتاثر على ديك ليكسبيريونس اللي كتكون بين هذاك السيد اللي غادي يخدم البرودوي بالبرودوي. يعني اي ديسيزيون سواء كانت صغيره كبيره راه كتاثر. مثلا انت كتصاوب واحد السيت ويب وبغيتي تختار مثلا واحد البوطون ما عرفتيش من كولور غتختار ليها فراه الا درتي حمراء راه كتختلف على انك الا درتي خضراء. الا درتيها مربعه فراه كتختلف على انك الا درتيها مدوره. كل وحده كتعطينا واحد ليكسبيريونس مختلفه. فانت كديزاينر بالاكسبيريونس نتاعك خصك تعرف شكون هي الديسيزيون اللي خصك تاخذ وشكون هي اللي ما خصكش تاخذ بناء على بزاف ديال المعلومات اللي عندك اللي تعلمتيهم. فاليوم اشنو ممكن غادي نتعلموا؟ نتعلموا شكون هو اليو اكس يو اي ديزاين، شكون هما الاساسيات نتاع هذا الدومين هذا، وشنو هو البروسيس اللي ممكن نمشيو عليه باش نقدروا اننا نديروا الديزاين نتاع شي سيت ويب نتاع شي ابليكاسيون نتاع دي برودوي نتاع اي حاجه. وكيفاش تقدر تبدا في هذا الدومين الا بغيتي تبدا؟ ف هذا الشيء دوينا عليه بزاف. يو اكس ديزاين دوينا عليه هي الاكسبيريونس اللي كتكون بينك وبين واحد البرودوي.
كيما بغى يكون هذاك البرودوي، كانت ليكسبيريونس مزيانه راه هذاك الديزاين مزيان، ما كانش مزيانه راه خص هذاك الديزاين يتبدل. ليكسبيريونس كيما قلنا بارفوا كتكون ديجا كاينه كنجيو غير نحاولوا نعدلوا عليها مثلا بحال التيليكوموند، ولا ما كتكونش كاع كاينه كنجيو نصاوبوا مثلا واحد السيت ويب جديد ولا شي حاجه يعني ما كايناش كاع. وواحد الحاجه اليو اكس ديزاين راه اي واحد فينا فيه في الداخل نتاعو واحد اليو اكس ديزاين، ف لان شكون هي اليو اكس ديزاين؟ هي مجموعه ديال لي ديسيزيون اللي كيتاخذ بنادم بناء على واحد الحوايج، وهذوك لي ديسيزيون هما اللي كيخليو واحد البرودوي واش غادي يكون في التجربه نتاعو مزيانه ولا ما مزيانش. فمثلا الامهات نتاعنا راهم دي ديزاينر كيصمموا تجربه المستخدم نتاع اي نتاع واحد البرودوي. فمثلا كتلقى عندهم بزاف ديال الطباس في الكوزينه ولكن كتعطيك غير في واحد التبسيط، ولا خوك الصغير كتعطيه واحد صغير وانت كتعطيك واحد كبير، فشكون اللي كيخليها دير بحال هكاك؟ فهي كتاخذ واحد الاختيارات نتاع الطباس بناء على طريقه كيفاش انها بغات بنادم انه يتعامل مع التبسيط. فخوك الصغير ممكن انه يكون ما كيعرفش كيفاش كيتحكم بيدو مزيان، كيكون تيتحرك بزاف، فما يمكنش تعطيه واحد التفصيل كبير بزاف يعني غيوسخ حوايجه. فهذيك التجربه اللي غادي تكون بين الماكله بين التفصيل وبين خوك الصغير، فالا عطاتو التفصيل كبير ما غاديش تكون مزيانه، فلا بد خاصها تعطيه واحد التفصيل صغير باش تكون هذيك التجربه مزيان. اليو اكس ديزاين كيحتاج بزاف ديال لي زانفورماسيون على هذوك الناس اللي كان ديزاينو ليهم. مثلا كديزايني واحد السيت ويب وباغي داك السيت ويب يستعملوه مثلا الدراري الصغار، فما تجيش انت الدراري الصغار مثلا ما كيعرفوش لونغلي وتجي انك تكتب لهم السيت ويب بلونغلي، فتقدر يكونوا كاع لي زانتيراكسيون هي عباره على صوت، مثلا اوامر كيكليك على واحد الحاجه بالخضر كتقول له كليك عليها. يعني انت ملي كنجي كنبغي نديزايني واحد الحاجه فكناخذ بعين الاعتبار الناس اللي بغيت نصاوب ليهم هذه الحاجه هذه، شنو هما العمر نتاعهم، شنو هو الطريقه كيفاش كيفكروا. فبناء على هذه المعلومات هذه اللي كنعرف عليهم كنحاول انني ديزايني واحد الحاجه اللي غتخدم ليهم. ففي اليو اكس ديزاين كيفاش كنعرف واش واحد الحاجه مزيانه ولا ما مزياناش؟ اعتمادا على الاحساس اللي كيحس به هذاك السيد وهو كيخدم مثلا واحد الحاجه. فملي ورينا هذاك الجيشي وقلت لي باللي راه صعيب كيفاش غتخدمه غادي يمرضك، فهذاك احساس كتحس به وانت كتخدم. فاليو اكس ديزاين جابش انه يخلي هذا الاحساس يكون مزيان. فانت مثلا يجيب لك الجيشي حداك مزيان، تقدر تدخل لاكارت تخرج الفلوس، ما كتحس بتا شي حاجه اللي مضيقاك لا بعيده لا خصك دير واحد لي فوق، يعني كتحس بواحد الاحساس مزيان ملي كيكون هذاك الشيء مديزايني مزيان. وعندنا بزاف ديال الاحاسيس اللي ممكن يكونوا، مثلا كتحس بواحد الفرحه مثلا ملي كيكون عندك واحد المشكل وكيجي مثلا واحد البرودوي كيحلو لك مثلا، كتحس مثلا مغيب الفرحة مثلا ولا احساس عادي مثلا ملي كتكون عندك واحد تجربة مزيانة مع شي سيت ويب اخر مثلا يوتيوب كتتفرج مثلا في فيديوهات، فكتحس واحد الاحساس اللي مزيان عادي صعب لذاك شي كتتفرج كتمتع مع راسك وصافي. يعني الطريقة كيفاش محطوطين لي فيديو، كيفاش كتدير سبسكرايب للناس، كتطلع شي فيديو كيبان لك كتفرج فيه، فطريقة مزيانة كتحس بها باللي راه كيعطيك داك الشيء اللي بغيتي، فالإحساس نتاعك بطبيعة الحال غيكون مزيان. أما إذا كنتي دخلتي مثلا لواحد السيت ويب وكتقلب على واحد لافورماسيون مثلا وما تتلقاهاش، فبطبيعة الحال غادي يكون الإحساس نتاعك ما مزيانش. فملي كنبغيو نديزايني واحد الحاجة كناخذو بعين الاعتبار هاد الأحاسيس اللي ممكن يكونوا في هاد السيت ويب هذا، وكنحاولوا أننا نخلي واحد الإحساس يكون مزيان. علاش اليو اكس ديزاين مهم بالنسبه لينا حنا؟ فمثلا كتشري واحد البرودوي وكيجي مع هذاك الكتالوج نتاعو، خصك مثلا تقرا الكتالوج، اعتمادا على الكتالوج خصك تعرف انك تقاد هذاك البرودوي مثلا كتشري
تلفازه مثلا، شريتي تلفازه كيجي معها هذاك الكتالوج تاعها، كتعرف لا هنا هنا السقه هذه، هنا حيد الكرتونه، هنا بزاف ديال لي زانفورماسيون وسط هذاك الكتالوج اللي كيقولوا كيفاش انك تخدم هذا البرودوي. مثلا سيت ويب، دخلتي لواحد السيت ويب ما كتلقاش فيه كيفاش انك غادي تخدمه، دخلتي الفيسبوك راه كتدخلتي النيت راه ماشي هو كيقول لك لا هنا غادي تكليكي الا بغيتي تشوف مثلا صحابك، هنا الا بغيتي تشاطي. انت الطريقه كيفاش مصاوب فيسبوك خلاك انك داكشي ساهل، داكشي عرفتي غير بالتجربه ديالك غير هكاك. فالطريقه كيفاش تصاوب طريقه سهله، والناس اللي خدامين ديغيغ جاو سهلوا هذاكشي مزيان باش يجيك ساهل. فكاينين جوج ديال لي دومين مثلا في هذه، كاين اليو اكس ديزاين وكاين اليو اي تجربه المستخدم، وكاينه دائما كتسالي سميتها واجهات المستخدم، الواجهه مثلا الفورم نتاع هذاك البرودوي هذا. في تجربه المستخدم كنسولوا على كيفاش الحاجه كتخدم وكيفاش بنادم كيحس بها اللي كيكون كيخدمها. اما في الواجهات المستخدم كيفاش الحاجه كتبان، مثلا كيفاش الكاس تيبان، اللون نتاعو مثلا، الطريقه واش زاج ولا ماشي زاج، الشده نتاعو كيفاش غادي تشد، المهم الفورما نتاعو. اما في اليو اكس ديزاين كنقولوا كيفاش انه غادي يخدم وكيفاش اننا غادي نحسوا به حنا. هذه حاجه اللي اوكي غندوي على هذه. فوقيلا يوسف هو اللي دوى على السيت نتاع البيوغرافي. فانت اللي بغيتي تصاوب السيت نتاع البيوغرافي ولا اي سيت اخر، ملي كنتي كدوي كنتي كتقول كنبغي نصاوب كاع لي ديسيزيون اللي كتاخذهم على حسابك انت. مثلا ملي كتجي ديزايني مثلا فيغما ولا في اي بلاصه، ولا كديزايني نيشان غير بالكود كتبدا تكودي، ف هذوك لي شوا اللي كدير مثلا واش هاد البوطون خضراء ولا حمراء ولا زرقاء، واش مدوره ولا مربعه، واش هاد التكست هذا يكون كبير ولا صغير، كيفاش كديروا بحال هاد الديسيزيون هادي، كيفاش كديروا انك تختارهم مثلا؟ دير على حسب اللون اللي داير بحالك، على حسب اللون اللي عايجي مناسب مع بحالك مع الاخر سميتو، على حسب اللون اللي عدير. وكيفاش كتختار هذاك؟ شعر على حسب ديكور، تمشي من حكا الديكور عيان شويه تقول ندير اللون اللون ندور بحال هكا نشوف ندير دايره نشوف واش حكا شي بلا لا وجه شوف غير انت وعقلك يا اوكي. هنا في اليو اكس ديزاين ما كنديروش هذاك الشيء، يعني ماشي انت كتجي وغادي تتابع عقلك كتبدا تفكر مثلا هذا اللون غيجي هذا اللون ما غاديش يجي. في اليو اكس ديزاين كنحاولوا اننا نشوفوا اليوتيليزاتور اشنو باغي، هذاك السيد اللي غادي يخدم اشنو باغي، واعتمادا على هذاك الشيء اللي باغي كنحاولوا اننا نصاوبوا هذاك الشيء اعتمادا عليه. مثلا بغيتي تصاوب واحد السيت ويب ديال الدراري الصغار، الدراري الصغار ما غاديش تكتب ليهم مثلا بواحد اللغه اللي ما كيفهموهاش، فالاختيار ديال اللغه كتختارها على حساب الناس اللي غادي يخدموا، ماشي على حسابك انت، ماشي واش انا جاتني مزيانه ما جاتنيش مزيانه، يعني كتحط راسك في بلاصه راسك في بلاصه هذوك الناس اللي غادي يخدموا. ما كنسمعكش مزيان. باقي ما كنسمعش بس عرفتي بيني اي واحد يدخل تيشوف بحال هكايا تيشوف هذيك
الخدمه راه كيقول كذا راه سميتو على هذا فيسبوك كاين اللي طاري ما تكتب ليه بالعربي ما تكتب لنا بالعربيه اوكي يعني هاد الفرق قدر سميتو راسك اللي كوز مزيان الطريقه كيفاش كتفكر هي الطريقه كيفاش كيفكروا الديزاين يا انك تحاول انك اعتمادا على الناس اللي بغاو يخدموا هذاك الشيء كتحاول انك تفكر بالنسبه لهم هما ماشي بالنسبه ليك انت مثلا كما قلتي الا كان السيد ما كيعرفش تقدر تكتب ليه تقدر دير له رسومات كيفاش غيكون داك الشيء فهادي هذا هو المايند سيت هذه العقليه تاع الديزاينر ماشي كي ديزايني على حساب على حسابه هو ولكن كي ديزايني على حساب الناس اللي غادي يستعملوا هذاك الشيء نتاعو لان في الاخير شكون اللي غادي يستعمل هذا الشيء غادي يستعملوهم واحد اخر الا ما عرفش انه يستعملوهم فراه داك الشيء ماشي هو هذا فهنا كاين واحد ليكزامبل مثلا بغينا نصاوبو مثلا عندنا واحد البوزوان مثلا واحد الخصص انه بغينا نصاوبو شي حاجه اللي غيتلها فيها بنان غادي يقدر انه يلعب فيها مثلا بزاف كاع لعبنا في اللعيبه هذه الرويضه اللي كتعلقها في الشجره وكتبدا تمشي وتجي فيها فإلا بقينا كنفكروا في المنظور نتاع الراس ديالنا فملي كنكونوا خدامين في شي شركه فراه ما كنكونوش غير حنا بوحدنا اللي خدامين مثلا كتكون خدام انت ديفلوبر كيكون معك واحد ديزاينر كيكون واحد الناس ديال الماركتين كيكون بزاف ديال الناس مول البروجي كيكون معاك فكل واحد كيبغي انه يدير واحد التاتش ديالو مثلا كيفاش البرودوي خصو يكون فواحد كيقول لك خصو يكون بحال هكا واحد خصو يكون بحال هكا واحد خصو يكون بحال هكا ولكن هذاك السيد اللي بغى يستعمل هذا البرودوي كيفاش بغاه ها كيفاش بغاه بغاه بحال هكا فإلا بقينا كنديروا هذا الشيء غير على هوانا حنا راه ما غاديش نوصلوا لواحد النتيجه اللي غادي يخدمها هذاك السيد مزيان فجات اليو اكس ديزاين وقالت لك هاد الناس هادو ما غاديش نديوها فيهم غنمشيو نيشان لهاد السيد هذا اللي بغى يخدم هذا البرودوي هذا ونحاولوا نديروا عليه واحد البحث ونعرفوا اشنو باغي واعتمادا على هذا الشيء غنحاولوا نصاوبوا واحد الحاجه اللي كتلبي الحاجيات ديالو هنا عندنا بزاف ديال الحوايج باش نلبيو هاد الحاجيات خص تكون واحد الحاجه اول حاجه انها تكون يوزفول اش كنعني بيوزفول هي انها تتفونكسيوني مزيان مثلا كاس لوبجيكتيف نتاعو هو انني نشرب فيه مثلا الماء ولا اي حاجه اخرى الا ما قدرتش انني نشرب فيه راه صافي راه خصني نعاود نصاوب ملي يكون كي فونكسيوني مزيان مثلا ديك الساعات كندوز لواحد الطبقه اخرى إذا كان كيتخدم مزيان واش سهل انه يتخدم الا ما كانش سهل انه يتخدم عاوتاني خصني نصاوبو باش يكون سهل انه يتخدم مثلا عندنا بزاف ديال الكيسان ولكن اغلبيه تشرب غير في واحد الكاس حيت سهل بالنسبه ليك انت الشده ديالو الطريقه كيفاش كتخوي كيفاش كتشرب كيجيك سهل فكاملين هم كيسان ولكن واحد فيهم مثلا سهل من بعد ما كيكون ساهل مزيان نقدروا نزيد واحد الطبقه اخرى اللي هو كيفاش داير الديكور ديالو مثلا فيه واحد التصويره فيه واحد الالوان كيخليوك انك تخدم كيكون عندك واحد الاحساس انت كتخدمه من غير انه ساهل وانه كيتخدم من وراء اخرى كاين واحد الطبقه اخرى اللي هي الشركه اللي صوبته مثلا وصوبته هذه الشركه ولا هذه الشركه فالتاريخ نتاع كل شركه بوحدها ف كيخلينا اننا نخدمو مثلا كي مثلا الى شي مثلا جوج ديال التليفونات مثلا تليفون تاع ابل وتليفون تاع مثلا سامسونج تليفون تاع ايفون ولا سامسونج ف في الداخل تاعنا كنعرفو باللي الايفون غادي يكون غالي غادي يكون مزيان لان عنده واحد الحاجه في المجتمع تاعنا دائما كان اسوسيوه مع شي مع الناس اللي عندهم الفلوس مع كذا يعني ملي كيكون ساهل انه يستعمل كيتخدم مزيان الديكور نتاعو مزيان كيجي هاد لي في نتاع الشركه اللي مصوباه ولا الطريقه كيفاش تصاوب لان هي الحاجه اللي كتخلينا نشريو ونعاود نشريو مره اخرى
فهادو ملي كنكريو اي حاجه غيخدمها شي واحد اخر خص هاد الاربعه ديال الحوايج يكونوا يكونوا مطبقين فهاديك الحاجه اللي غادي نصاوب. كيما بغى يكون مثلا سيت ويب اشنو جاي ندير فيه؟ جاي مثلا نشوف واحد لانفورماسيون ولا نشري واحد البرودوي. الا ما كنتش كنشري فراه هاد السيت هذا ماشي يوسف. اسيدي كنشري فيه برودوي ولكن ما سالش انه يستعمل، الا عطيته للوالد نتاعي ما يقدرش انه يستعمله. فهنا خصنا نعاودو نديزاينيوه مزيان باش يكون سهل. اسيدي صافي ربيناه سهل انه يستعمل، واش لي كولور نتاعو، واش الطريقه كيفاش هو داير كيخليني كي انني نستعملو. الا ما كانش خصنا نعاودو نصاوبها. فكاع لي برودوي اللي مزيانين وكنستعملوهم بزاف كيكونوا فيهم هاد الاربعه ديال الحوايج مطبقين فيهم، وهادو هما الحوايج اللي كناخذوهم بعين الاعتبار ملي كنبغيو نصاوبو شي حاجه. فالطريقه كيفاش اننا كنحاولوا نصاوب واحد البرودوي داير بحال هكا، كندوزو من واحد من واحد البروسيس اللي معروف. اول ايطاب هو انه كنحاولوا اننا نديرو ليتود، كنحاولوا نعرفوا اشنو بغينا نصاوبو بعدا. مثلا بغيتي تصاوب مثلا واحد الكرسي، هذاك الكرسي شكون اللي بغى يجلس فيه؟ كتحاول انك تمشي دير واحد ليتود، كتعرف الناس اللي بغى يجلسوا فيه، كتجمع بزاف ديال المعلومات عليهم، شحال السن ديالهم، واش كبار واش صغار، واش الناس اللي كيقدروا يتحركوا مزيان ولا الناس اللي كبار بزاف ما كيقدروش يتحركوا. كتعرف انت مثلا شحال من الكرسي بغيتي تصنعو، بزاف ديال لي زانفورماسيون كتعرفهم. ملي كتعرف هاد لي زانفورماسيون هادو كاملين، كتجي وكتحاول انك تسكيتشي، انك تحاول انك ترسم مثلا دي سوليسيون اللي يكونوا مزيانين. مثلا نقولوا واحد الكرسي يكون كيتستوى، نقولوا واحد الكرسي مثلا نتاع الخشب، نقولوا واحد الكرسي نتاع الحديد. هنايا كتحاول تجمع الافكار ديالك، اعتمادا على هاد الافكار اللي جمعتي كتحاول انك تصاوب واحد البروتوتايب ديال هاد الكرسي هذا. وهاد الكرسي ملي كتصاوبو مثلا كتعاود تيستيه على بنادم وكتشوف واش هاد الكرسي مزيان. ماشي انت اللي كتيستيه، كتيستيه على الناس اللي غادي يخدموه. الى سهل انه يستعملوه، داكشي مزيان هو هذاك، كدوز وكتحاول انك تمشي تصاوب الكرسي اللي تغير، حيت انا صاوبتي غير البروتوتايب. الا ما كانش مزيان كتحاول انك تعاود تديزايني واحد اخر حتى انه يكون مزيان طافي بالنسبه للناس اللي بغاو يخدموه. هذا هو الطريقه اللي كنخدموا عليها. هنا كتجمع لي زانفورماسيون بزاف، هنا كتحاول انك دير تسكيتشي، كتحاول انك ترسم الطريقه كيفاش ممكن يكون داك البرودوي ديالك. من وراها كتجي وكتحاول تصاوب واحد البروتوتايب اعتمادا على هاد الافكار اللي جمعتي هنا. من وراها كتجي وكتيستي هادشي اللي صاوبتي على الناس اللي غادي يخدموها. ملي غاتيستي اعتمادا على داك التيست كيكون عندك واحد النتيجه، واش مزيان واش ما مزيانش. الا كانت مزيانه كتمشي وكتصاوب مثلا واحد 5000 كرسي وكتجي تبيعهم. ما كانش مزيان كتعاود ترجع وتحاول ديزايني واحد مزيان حتى تيكون التيست مزيان وكتجي وكتبدا ديفلوب. فهنا هذا هو لونشينمون ولا البروسيس اللي كنمشيو عليه الا بغينا نصاوبو مثلا واحد الحاجه. فاليو اي ديزاين اللي كنجيو نديزايني واحد الانترفاس، ديك الواجهه نتاع هذاك البرودوي، كاينه هنايا كنجيو نصاوبوها في هذه الوقيته. هنايا اشنو كيكون؟ هنايا كنتعاملوا مع بزاف ديال الحوايج، مع لي كولور، مع الطريقه كيفاش غتكون الكتابه مثلا في واحد السيت ويب، مع مثلا الكونتراست، مثلا التباين بين واحد جوج ديال الحوايج. مثلا اكزومبل نتاع هادشي، الى جيتي لهنا غادي تقرا هذه هي الاولى، غادي تدوز على هذه عاوتاني الثانيه، هذه الثالثه، هذه الرابعه. فهنا طريقه كيفاش واحد الحاجه كتصاوب كتخليني نتعامل معها بواحد الطريقه. فهادشي كيبين بلي راه القوه فاش كاينه في الديزاين هو انه اي اختيار درتيه
كي عنده واحد ليفي الالوان اللي اختاريتي التكست كيفاش داير مثلا في واحد السيت ويب ترى عندهم كاملين واحد الـ واحد الـ واحد الريزلت اللي غيكون يا اما مزيان يا اما ما مزيانش. الديزاينر كيجي وكيخدي هذاك الريزلت يكون مزيان لان عارف بزاف ديال المعلومات على الناس اللي غادي يخدموا هذاك الشيء لان دار ريسيرش عليهم دار البحث ديالو في هذه الوقيته هذه وعرف اشنو كيبغيو شنو هما الحوايج اللي كيهتموا بهم الطريقه كيفاش كيفكروا كلش. فهنا ملي كنصاوبوا هذا الشيء كنجيو لابارتي نتاع اننا كنحاولوا نصاوبوا الطريقه لا فورم نتاع هذاك البرودوي نتاعنا ولا هذاك السيت ويب نتاعنا. هنا الا كان سيت ويب كنتعاملوا مع بزاف ديال الحوايج فملي كتبغي ديزاين واحد السيت ويب كتعامل مع لي كولور خصك تختارهم التكست غادي تصاوب مربعات غادي تصاوب ديلين غادي دير لي سباس مثلا هنا خليت في هاد البريزونطاسيون هادي بزاف ديال لي سباس هنايا غادي تزيد دي زيماج غادي دير مثلا دي فورم. هادو هما الحوايج اللي ممكن انك تتعامل بهم هادو كدير بهم بزاف ديال لي ديسيزيون سواء صغار ولا كبار باش تخلي هذيك الاكسبيريونس تكون مزيانه. عندنا بزاف ديال القوانين اللي خصنا نعرفوهم باش اننا نحاولوا اننا نعطيو واحد البرودوي اللي يكون مزيان. من بيناتهم مثلا هذا هاد تنسميوه في اليو اي ديزاين فيزوال ايراشي طريقه الفلو كيفاش كيدير واحد السيد باش انه يقرا هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد السيت ويب. مثلا كنتعاملوا مع لي كولور خصك تكون عارف شنو هي الطريقه كيفاش تتعامل مع لي كولور حيت عندنا واحد تيوري نتاع لي كولور خصك تعرف كيفاش انك تخدمها. عندنا بزاف ديال اللعيبات مثلا من بين الحوايج انه ما خصكش تخدم بزاف ديال لي كولور باش تقدر انك تكونتروليهم تخدم غير واحد جوج ولا ثلاثه غيكون ساهل عليك انك تخدمهم. التباين مثلا هذا التكست هذا بالبيض داير والباك جراوند مثلا الخلفيه بالكحل يعني التباين بين هاد الالوان بجوج خلاها التكست هذا باين بزاف. فبزاف ديال الاختيارات اللي كنديرهم سواء صغار ولا كبار وكيأثروا على الطريقه كيفاش بنادم غادي يخدم هادشي. الالوان مثلا في السيت ويب نتاعي فاغلبيه ديال الوقت كتلقى عدد صغير ديال الالوان عندي مثلا فمن الاحسن انك تخلي العدد نتاع الالوان اللي غادي تستعمل يكون صغير. الطريقه كيفاش غادي تخدم التكست نتاعك فكاينين بزاف ديال الحوايج اش من تكست اش من تيب نتاع الفونت ممكن تختار. فالاختيار نتاع الفونت كي يعطي واحد الريزولتا مختلف دائما واخا كيكون الميساج واحد الكتابه اللي كاينه وحده الطريقه كيفاش مكتوب كيعطينا واحد الاحساس اخر. مثلا هنايا كيعطي واحد الاحساس نتاع الرعب نتاع الخلعه هنايا كيعطي واحد الاحساس مزيان نتاع الكالم. يعني اي اختيار درتيه فراه كيأثر. كاينين بزاف ديال لي زانفورماسيون اخرين اللي ممكن نبارطاجيهم معكم ولكن بحكم انكم يلاه بديتو يعني ما كنشوفش غيكونوا في محل نتاعها يعني غندوز للفاز نتاع كيفاش الا بغيتي تبدا انك ديزاين. هنا الا بغيتي تبدا في هذا الدومين هذاك شنو خصك اول حاجه هو انه خصك تعلم لي زوتي مثلا فوتوشوب مثلا فيجما اللي خدمتو باش تقدر انك تعرف اشنو كدير مثلا هاد التول هادي. مثلا بغيتي تصاوب لي ديزاين تاع لي سيت ويب ولا تاع لي زافيش ولا تاع شي حاجه اول ايطاب هو كتحاول انك تكوبي انك كتهز مثلا واحد ديزاين تاع واحد سيت ويب وكتحاول انك تعاود تديزاينيه انت مثلا ديزاين كيفاش مديزايني فيسبوك وتتحاول انك تحاول دير الديزاين نفسه. ملي كدير هادشي كتعلم كيفاش انه تدار داك الديزاين وكتعلم حتى التول. بطبيعه الحال خصك تقرا بزاف ديال الحوايج تقرا على الديزاين على تفرج في فيديوهات اللي كيهضروا على هادشي لا على البروسيس اللي كدوز منه ولا على الاساسيات تاع هادشي باش تقدر انك تاخذ دي ديسيزيون اللي مزياني. تحاول انك تانسبيرا من شي واحد انك تكون تتعلم منه. بزاف ديال الناس كيبارطاجيو في اليوتيوب بزاف ديال الحوايج على الديزاين تقدر انك تتعلم من الناس.
خصو يكون عندك واحد البروسيس بارطاجيت معكم البروسيس كيفاش كنديروا له باش اننا نديزايني واحد الحاجه اللي مزيان اللي هو هنايا. هذا خصك تكون عارفه يعني خصك تدوز منه باش تكون كوات تقدر ديزايني واحد الحاجه اللي يقدر بنادم اخر يستعملها. حاجه اخرى خصك تتعلم انك تسول اي حاجه مثلا هذا اللون مثلا تاع الكسبا علاش بيض، علاش الباك جراوند مثلا كحله واللون بيض، علاش هذه صفراء. فهادو بزاف ديال الاختيارات اللي كنديرهم وعارف علاش انني كنديرهم. مثلا عطيت هذا اللون بالصفر لان بغيت نقول لك هذا راه مهم على هذا الشيء، خصك تقرا هذا هو الاولى تقرا هادو هذا الشيء سخرته لان هذا هو الكبير خصو يكون مهم. فبزاف ديال الحوايج غادي تعلموهم مع الوقت. صاوبتي شي حاجه تقدر تبارطاجيها مع بنادم كو يقدر يقول لك الراي ديالو في هذيك الحاجه، ومع واحد شويه ديال الصبر وشويه ديال الخدمه فراه يكون داك الشيء مزيان. هذا الشيء كامل حطه في واحد الارتيك للاسف كاين بلونغلي يعني الا كنتو تعرفوا لونغلي، ولكن اللونغاج زعما ساهل بسيط بحال البريزونطاسيون. يعني تقدر غير تقرا واحد شويه تعرف شنو واقع. وهذه هي البريزونطاسيون، كنتمنى يكون عجبكم هذا الشيء، واذا عندكم دي كيسيون نقدر نجاوب لكم اليوم. بالنسبه انا عندي مشكل فاش هو بحال كاين دابا انا نسيت ما تجيش فكره كيفاش طلعوا هذا الشيء اللي كاين. انا كنت وقال لنا كنت شي اكزامبل بحال كنشوف شي سيت نقلب لي شي سيتات بحال هكا وكندير بحالهم ونشوف الفكره على بحال كي بحال دايرين هما وصرفت انا بحالهم بحال كاين. ومزيان هذه مزيانه يعني انك تحاول انك تشوف شي حاجه ديجا كاينه وكتحاول انك تانسبيرا منها، ولكن اهم حاجه في الاول هي تعرف اشنو كديزايني انت، اشنو كتصاوب مثلا داك السيت ويب شنو هو لوبجيكتيف نتاعو، شنو هو الهدف نتاعو. الا جا واحد السيد وبغى يستعملو اشنو غادي يدير في هذاك السيت ويب مثلا؟ خصو يكون يبان ليه ساهل، يبان ليه زعما طريقه الاستعمال سهله. وي اي سيت ويب خصو يكون ساهل، ولكن اي سيت ويب عنده واحد لوبجيكتيف نتاعو علاش دار. مثلا هذا السيت ويب اللي حنا داخلين فيه هذا جوجل ميت، فهو واحد السيت ويب اللي كيقدر انه يجمع بزاف ديال الناس فواحد البريزونطاسيون ولا واحد الميتينغ، فهذا هو لوبجيكتيف نتاعو. ملي كنعرف لوبجيكتيف علاش انني بغيت نصاوب واحد الحاجه، ديك الساعات كنبدا نفكر في لي ديتاي نتاعها. ملي كنوصل لي ديتاي كنقدر نتانسبيرا بشي وحدين اللي ديجا صاوبوا مثلا بحال هذا البرودوي هذا، مثلا بحال زوم، مثلا بحال سكايب، وكنشوف الطريقه كيفاش داروا هما لهذاك الشيء، وكنحاول نصاوب واحد البرودوي اللي كي يمشي مع الهدف اللي بغيت نصاوبو انا. سي اسماعيل بدا شكرا البريزونطاسيون فريمون استفدنا معاك. عندي واحد السؤال من ناحيه ديال ديك البايبلاين اللي شرحتي ديال الديزاين، اللي كتبدا من انك تكتشف ديفايني وتشوف لي زيدي وديفلوبي. دونك مثلا بالنسبه للتيست واش كتختار، شنو هي الطريقه باش كتختار السامبل ديال التيست ديالك، يعني المجموعه ديال الناس اللي تيستي معاهم، واش اوازا واش ولا كاين شي بروسيس اللي كيخليك لا ماشي اوازا، حيت في هاد ليطاب الاولى اللي كتسمى ديسكافري راك كتعرف البروجي مثلا شنو هو كاع لي ديتاي نتاعو كاملين، لان شكون اللي غيكون مول البروجي غادي يجيك واحد البورتور دو بروجي هو اللي غادي يقول لك مثلا بغينا نصاوب واحد لابليكاسيون مثلا اللي كدير مثلا ابليكاسيون تاع البنك. كتجي كتدخل كتفتح الكونت ديالك كيكون عندك فلوس، كتقدر دير واحد الفيغمون لشي واحد، كتقدر دير فيها ابونمون التليفون ديالك، كتقدر تخلص فيها واحد الفاكتور. شكون اللي غادي يخدم هذا السيت ويب؟ هذا يخدموه الناس اللي مشتركين في هذاك، اللي عندهم واحد لاكارت، عندهم واحد الكونت في هذاك الكونت بنكير مثلا مسياش ولا اي كونت اخر. هذوك الناس اللي عندهم ديجا يعني غيكون العمر نتاعهم فوق من 18 عام، غيكونوا ناس مثلا واش مغاربه كيهضروا بالدارجه كيهضروا بالفرنسي، هادو بزاف ديال لي زانفورماسيون اللي كتعرفهم عليهم، راك عرفتيهم مثلا في هاد لي طاب الاولى. ملي كتجي لافاز ديال التيست
هما اللي كتختار منهم شي وحدين وكتقدر تيستي عليهم. يعني لوبجيكتيف هنا هو اننا ما كنحاولوش نحطوا واحد الحاجه وتكون صعيبه انها تخدم. كنحاولوا نتيستيو باش الا كان شي مشكل نقدروا نرجعوا فيه ساعه ونقادوه قبل ما اننا نحطوا. مثلا نعطيك واحد ليكزومبل اللي بسيط اللي غادي تفهموا كاملين, اللي هو الكمامات. مثلا الكمامات كاي حاجه كيتطبق عليها البروسيس هذا. لوبجيكتيف نتاعنا مثلا, الهدف نتاعنا هو اننا كاينه كورونا, خصنا نصاوب واحد الكمامات اللي بنادم يلبسهم وغيجيوه ساهلين ويلبسهم مثلا واحد الوقت ديال مثلا واحد 4 سوايع 5 سوايع حتى الفوق. يعني مثلا طباخ السبيطار خصهم يلبسوها. مثلا شكون اللي غادي يستعملوها فهاد الوقيته؟ غادي يستعملوهم كاع الناس, صغير كبير, هادو هما الناس اللي عندنا هنا. رحنا فهاد لي طابات الاولى هادي, كيجيك واحد السيد كيقول لك حنا في المغرب بغينا نصاوبوا الكمامات, ها الناس اللي غادي يستخدموهم, ها العدد نتاع الكمامه مثلا واحد 10 مليون كمامه. فانت فهاد لي طاب هادي كتعرف كاع لي زانفورماسيون على الناس اللي بغيتي تصاوب ليهم هاد الكمامه هادي. شنو هما لوبجيكتيف نتاعهم, شنو هما الخدام اللي كيديروا, شنو هو العدد نتاع السوايع اللي ممكن يلبسوهم فيه. وكدير واحد الدوكيمون اللي كدير فيه هاد الزانفورماسيون نتاع كاملين. شنو هو لوبجيكتيف نتاع الدوكيمون؟ هو انه كيخليك انك تقدر تحط راسك في بلاصه هذاك السيد اللي بغى يخدم هاد البرودوي هذا. ملي كتعرف هاد لي زانفورماسيون كاملين كتجي وكتجي لي طاب نتاع انك تحاول انك ديفيني واحد السوليسيون, تحاول ترسم واحد الكمامه. كيجيوك افكار مثلا كتقول خصها تكون مربعه ويكون واحد الخيط هنايا, هذه فكره اخرى غادي تكون مثلا كتشد في الراس هنايا وهابطه هكا. بزاف ديال الافكار هنا كتحاول انك تجمعي اكبر عدد ديال الافكار. فهمتك. ملي كتجمع كتجي لهنا وكدير واحد لي طاب انه كتاخذ واحد الفكره مزيانه فيهم اعتمادا على بزاف ديال المعايير اللي خديتي هنا, وكتحاول انك تصاوب واحد البروتوتايب اللي صغيره. ماشي كنمشي وكنصاوب مثلا واحد المليون كمامه, كنجي وكنصاوب غير وحده ولا خمسه ولا سته. هذه هي فيرسيون غير صغيره, كنعطيها واحد الفورم نتاعها, كنعطيها واحد الطريقه كيفاش نصاوبها ياك. كنجي وكندوز لافاز نتاع التيست, هذوك الناس اللي غادي يخدموا هذا البرودوي كنجي وكنجمع واحد 10 20 30 حتى 100 ولا شي حاجه اعتمادا على داكشي اللي بغيت تصاوب. وكنقول لهم هاك اسيدي راك انا كنصاوب واحد الكمامه هاك واستعملوها. غادي يمشيو غادي يستعملوها, مثلا الطبيب غادي يستعملها في السبيطار واحد 10 السوايع ولا شي حاجه هو لابسها. انسان مثلا غير في الدار ديالو بغى يخرج غادي يستعملها. وانت كتحاول انك تشوفهم, تشوف الرياكسيون تاعهم وهما كيستعملوها. مثلا الطبيب يقدر يقول لك اسيدي داك الخيط اللي درتي ليا في الودن نتاعي بحكم انني كنستعملها 4 السوايع 5 السوايع ولات كتحك ليا مع الودن نتاعي وكتمرضني. يعني ليكسبيريونس تجربه ماشي هي هذيك. واحد الاحساس ما مزيانش, كاين واحد الاثار كتخليه له في الودن نتاعو ما مزيانش. يعني كاين بروبليم. لوبجيكتيف نتاعنا هو ان نخليو هاد ليكسبيريونس مزيانه. هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا. يعني هناك عندك واحد البروبليم, مازال كاين البروبليم, اش كدير؟ كتعاود ترجع وكتحاول ديزايني وحده اخرى. عندك بزاف ديال لي توريزيون ديجا جينيريتيهم في الاول, كتحاول تبدل لي. فهمتك. شكرا بزاف. فهنا لوبجيكتيف شنو هو؟ هو اننا ماشي غادي نمشيو نيشان ونديفلوبيو مثلا واحد المليون كمامه. هذه كتكون ريسكي. الا صاوبتي مثلا واحد المليون وبنادم ما خدمها لكش, فراه البيزنس نتاعك غادي يموت. هاد البروسيس هذا تيعاوننا باش نصاوبوا واحد الحاجه اللي فريمون ما كنحطوها في السوق حتى تكون مزيانه وبنادم غادي يخدمها بشكل مزيان وغادي تتباع لينا. معقول. كيفاش باش ما شحال قلتي ملي كتكون البرودكسيون اون ماس كيكون البرودوي مأكد بلي غادي يعجبني. وي, وهذا الشيء كيتطبق على اي حاجه. بغيتي تصاوب سيت ويب, بغيتي تصاوب بورتابل, بغيتي تصاوب اي حاجه. مثلا السيت ويب كنعرفوا شنو هو لوبجيكتيف اللي جاي. مثلا واحد اليوزر يديروا في هذاك السيت ويب نتاعنا, مثلا خصنا نوريو له هاد لافورماسيون هادي, هاد الحاجه هادي هي الاولى. هنا كنحاولوا اننا نسكيتشيو كيفاش غادي يكون هذاك السيت ويب نتاعنا. كنجيو لوسط فيغما كنصاوب واحد الديزاين, ماشي كنجيو كنخسر واحد 4 شهور ولا 5 شهور في الديفلوبمون
وكان مثلا كنجيب الناس ديال الديف كيصاوبوا لي السيت ويب وكنخلصهم مثلا واحد البروجي اللي كبير كنضيع عليه بزاف ديال الوقت. كنصاوب غير واحد ديزاين فيغما غير بتصاور بمربعات بكتابه وكنجيو كنتيستي عليهم مجموعه ديال الناس. ملي كنعرف هذا الشيء مزيان كنجي وكنهز هاد الديزاين اللي صاوب ليه هاد الديزاينر وكنعطيه للناس نتاع الديف هما كيكوديو هذاك الشيء كيخسروا واحد 3 شهور ولا 4 باش انهم يكوديو. وهذا البروسيس مزيان ما فيهش الريسك وكيكون كيجي باش انه يخلي واحد الاكسبيريونس مزيانه. يعني كتحط هذاك اليوتيليزاتور في الوسط وكتحاول انك ديزايني على حساب اشنو باغي هو ماشي اشنو باغي انت ولا اشنو باغي البوس ديالك ولا اشنو باغي. المهم هذاك السيد اللي غادي يستعمل هو اللي كان ديزاينو بالنسبه ليه هو. شكرا بزاف. اسمعي نعم بغيت نعرف على هاد الجات سبيل اللي كنت عرفت فيها شي حاجه ثاني شي معلومات عليها يعني عارف انا تطور في نعم بغيت نسبي بغيت نعرف شي معلومات عليها لك تعرف شي حاجه. اوكي انا صراحه ما خدمتش فيها بزاف لان الدومين تاعي هو ديزاين كنخدم فيها شي جوج ديال لي بروجي. انتم ديجا خدمتوا HTML CSS JS فغاتسبي يعني هي كتف بحال قلتي بحال لا خدام بالنسبه ل HTML CSS والاخر جافا سكريبت ولكن الطريقه كيفاش كتكودي في داكشي جافا سكريبت. يعني خصك تكون عندك او مينيموم واحد شويه ديال جافا سكريبت كتعرف كيفاش دير داكشي وهي داخل فيها واحد شويه درياكت. يعني خصك تكون عارف او مينيموم واحد شويه في رياكت تكون عارف جافا سكريبت كيفاش داير. هي لوبجيكتيف نتاعها هو جات باش انها تصاوب لي دي سيت ويب اللي غيكونوا خفاف بزاف. الطريقه كيفاش انت الا صاوبتي مثلا واحد البروجي في بلاش تي ام اس 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 وجافا سكريبت صاوبتيه كيما تكون ولفتو تصاوبو يعني ملي كنكليكي على واحد الباج كيمشي داكشي السيرفر وكيجيب ليا هذيك الباج كيحطها عندي. يعني كيكون واحد شويه ديال الوقت كيتعطل في غاتسبي ملي كيجي ملي كان دومين دي سيت ويب في الاول كيجي كامل كيجيو لي باج كاملين ماشي كنبقى نعيط لكل باج بوحدها. مثلا دخلت الباج الاولى في فيسبوك مثلا وبغيت نعيط لواحد الباج نتاع واحد لامين تاعي بغيت نخليها في غاتسبي داكشي كيجيني كامل كيجوني كاع لي باج كاملين. يعني اي باج غادي نعيط ليها غادي راه ديجا كاينه عندي غادي غير يطلع. هذه الطريقه كيفاش مصاوبه ولكن ملي كتكودي راه عادي بحال جافا سكريبت اتش تي ام ال سي اس اس البازيك حتى هما ولكن خصك تكون عارف في جي اس شويه وسيرتو في فرياكت حتى هي مساله غير وقت وصافي تتعلم ليها. خصك تكون عندك واحد شويه ديال لاباز مزيانه تكون عارف شنو جافا سكريبت و بي اش بي لكن بي اش بي فقط ما قريناهاش ما عنديش شي فكره حتى هي البروغرامي قال لي انا في ماس قلت لك واش البروغرامي شي لعيبه بها وي دابا في البروغراماسيون فيها في الويب كاين ستاتيك وكاين ديناميك. مثلا هذيك البيوغرافي اللي غادي تصاوب انت غادي تعطيها واحد الداتا نتا واحد المعلومات وهذيك المعلومات ما غاديش تعاود تجي تبدلهم نتا في واحد الوقيته. راه عندك لي زانفورماسيون غادي تحطهم غادي ما غاديش يتبدلوا. هاد التيب نتا لي سيت ويب كيتسموا ستاتيك. ملي كنولي ديناميك مثلا واحد مثلا فيسبوك كتاجوتي بوست ديالك كتموديفي بوست داكشي كيتبدل داكشي ديناميك. ممكن تبدل ليماج ديالك ممكن تبدل دير كومونتير دير جيم داكشي ديناميك كتفاعل مع السيت ويب ماشي غير دي زانفورماسيون اللي كيبانوا لك ما كدير بهم والو. ملي كيولي داكشي ديناميك خص تكون واحد اللونجاج اللي ديناميك كاين واحد البارتي
تاع الباز دوني كتقيد فيها المعلومات كامله اللي غتكون فيهم لانتيراكسيون بين هذاك اليوزر اللي غادي يخدمه بين السيت ويب. مثلا ملي كتكتب انت واحد الكومونتير راه كيمشي وكيتسجل في واحد الباز دوني. هذيك الباز دوني هذاك التريتمون اللي كيتدار ديغيغ كيخصو واحد اللونغاج ديناميك اللي كيديرو من بين لي لونغاج اللي كيديرهم هو مثلا بي اش بي ولا جافا ولا بزاف ديال لي لونغاج اخرين. هادو كيهتمو بداكشي كل ما هو باكان ما كيبانلكش انت لي في نتاعهم. اما سي اس اس اتش تي ام ال جي اس كيبان لك لي في كتاجوتي مثلا تيكست كيبان لك التيكست. ولكن في بي اش بي داكشي اللور كتكتب واحد الكومونتير كدير اونطري داك الكومونتير نتاعك كيمشي لذاك البوست كيتحط فيه كيمشي للباس دوني كيتحط فيها. هذاك الشيء في اللور ما كيبانلكش لي في نتاعو هادشي ديناميك في الداخل كيخصك واحد اللونغاج لي ديناميك. لوبجيكتيف اللي خصك تعرف انت هو انه في الاخر في الويب كاين بارتي تاع الفرونت وبارتي تاع الباك اند. في البارتي تاع الباك اند كنبروغراميوها بدي لونغاج مثلا بي اش بي بالجافا بزاف ديال اللونغاج اخرين. في البارتي تاع الفرونت كنقادوها بدي بلعيبات اخرين مثلا بالسي اس اس بال اتش تي ام ال بالجافا سكريبت. انت الا بغيتي تمشي في الدومين تاع الفرونت فراك غادي تخدم غير هادشي جي اس غادي تخدم جافا سكريبت اتش تي ام ال سي اس اس هادشي اللي غادي تبقى تخدم. ولا بغيتي تخدم في داكشي ديال الباك اند غولاسيون تاعك بينك وبين واحد الباز دوني اللي غادي تبقى تقيد فيها لي زانفورماسيون تاعك الطريقه في السيرفر تاعك الكومونيكاسيون كيفاش غادي تكون فغادي تخدم واحد اللونغاج اللي كيكون في الباك اند. بالنسبه للاي او ميل او اسكيل شنو فاش نستعملهم تقريبا؟ هذاك الشيء ديسكيل هو داكشي الباز دوني. كاين مثلا اللونغاج اسكيل هو اللونغاج كيفاش كتعامل مع الباز دوني. باز دوني هي واحد بحال قلتي واحد السيرفر محطوطه فيه الباز دوني تاعك المعلومات نتاعك اللي ممكن انك تقدر انك توريهم مثلا في السيت ويب تاعك. مثلا انت عندك واحد البروفيل مثلا فيسبوك عندك بزاف ديال لي زانفورماسيون هذوك لي زانفورماسيون تاعك محطوطين في واحد لاباز دوني. ديك لاباز دوني باش كتقدر انك تكومونيكي نتاع معها كاين واحد اللونغاج هو هذاك اللونغاج اللي تقدر انك تستعمله باش تكومونيكي معاه. كاينين بزاف ديال لي زيتي تاع لي باز دوني الطريقه كيفاش تتعامل معها فهداك الشيء كاين اللور. معليش اخي ديزاين الى شي حاجه تسمعي؟ نعم مع نور الدين قلت له واش عنده شي سؤال ليك على الديزاين ولا على اليو اكس؟ لا صافي كل شيء واضح شكرا سي اسماعيل الله يحفظك بارك الله فيك. دونك سي اسماعيل ما حد معانا جوج ما عرفتش واش فدوا باقا هو كما كنا نور الدين ويوسف ك كونكلوزيون ولا كخاتمه واش عندك شي ميساج زعما موتيفون ليهم باش يقدروا يعطيو اكثر في هذا الدومين؟ صراحه زعما الدومين هو محرك بزاف يعني خصك غير واحد شويه ديال الخدمه فريمون دومين اللي كيدير فرق يعني ما كيهتمش في اش من مدرسه قريتي فيها ولا اش من بلاصه ولا با كيفاش داير ولا واش عندكم فلوس ولا ما عندكمش. دومين اللي الا خدمتي غادي ديباني راسك غادي تدبر على خدمه وغادي تبدا تخلص مزيان خصك غير تكابر. البلان اللي كاين هو انه خصك شويه ديال الوقت وشويه ديال الموتيفاسيون تكون عندك من الداخل انك بغيتي تتعلم وشويه ديال لونغلي يعني اللغه شويه مهمه. الا قدرتوا انكم تانفيستيو في هذه الوقيته مثلا لونغلي ولا لونغلي هي اللي دابا كاينه يكتب عليك شي واحد يقول لك الفرنسي ولا شي حاجه يعني لونغلي تعرفها واحد شويه والدومين يعني تبقى تحضر مثلا في دي زيفينمون تصاوب دي بروجي ديالك
الدراري راهم كيعاونوكم بزاف يعني باش انهم يوفروا لكم بحال هاد لي بريزونطاسيون اللي يجيبوا لكم الناس اللي ديجا كاينين في الدومين. فراه هذا خدمه كبيره كيديروها يعني اللي فيه بقى غير عليكم نتوما واحد شويه ديال المجهود وراه غادي يكون خير ان شاء الله. كما قلت لكم شويه ديال اللغه بنادم يكون غير انتريستي واحد شويه خدم دي بروجي وراه الدومين يعني مطلوب بزاف وهو اللي المستقبل نتاع هادشي ان شاء الله. كنشكرك سي اسماعيل على هذا. الله يحفظك بارك الله فيك. سهل هادي. و الى ما كانش باقي شي سؤال كنشكر سي اسماعيل كاملين على المداخلات ديالو على لي زانفورماسيون. شكرا بزاف سي اسماعيل. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا سي محمد، شكرا على هاد المعلومات هادي، راه فتينا بزاف يعني استفدنا منك بزاف اليوم. الله يحفظك صراحه على جسمك. شكرا سي اسماعيل. ان شاء الله نتلاقاو ان شاء الله في شي ساعه الخير ان شاء الله. الله يعاونكم كامل. الله يحفظك بارك الله ان شاء الله.